تقول سافا سافا معناها فما حاجه طمن. اما ان شاء الله معناها ما نسهنوش معناها بالمنتخب المصري، خاطر نعرفوه في اللي فينال معناها منتخب بليد ويعرف كيفاش يلعب، واللي فينال نعرفوهم لغه الكوره يتربح ما يتلعبش. انا كان مش تدخل في الحسابات يلزمك بالرسمي قول لهم يلعبوا ديفونس اول حاجه. ديفونس جوستومون الديفونس هي اهم حاجه. شوف مثلا مش ما لقاش تركيبه مثاليه جيرونا، ما تنجمش تحكم خاطر تشوف تبدا تلعب وليكار مش ويزيد شو يصيرك. اما ايمن المنتخبات ما عادش منتخبات مغمور لعبنا لها ناكلوا من عندها 22 بوان و 23 بوان ما بعرفش هي تسمى هذيك. علاش قلت لك حكم اذا كان يبدل في الجوارات ويرتح هذاك ويدخل من فما جوارات لقى ماهيش من سياسه تلعب مع بعض على مثال ولا وسيرك البتير ولا شمون هذاك معناها تقول شوفي يغزر 10 و 11 12 بال 11 12 بوان ديكار يولي حتى يده مش مد يجبدها. يقول لك مشي تعدى ولا مشي ما تدخلش فيا بركبه ولا ما تضربش يحسبوا النبي معناها ما نجموش نفهموا كيف تقيم انا كنت في ماتش مصر في ماتش صحيح وقت تقيم هذه ماتش الجزائر كيف شفت قداش قبلنا ماتش الجزائر احنا 22 تسمى باهي ديفونس من 20 ل 25 ديفونس تعرفونا برشا من 25 ل 30 موين من 30 انت ماشي معناها ما فماش ديفونس زيد لي جارديان كي يعاونوك اش تحب اخر معناها تلقى لي جارديان في فورم هذيك هذيك اشطر ليكيب الجارديان. شوف عام موجوده الفورمول في مخ الانترونير تاع الديفونس ظاهره ما عندك اللي خمم معناها باش يبدا ديفونس يبدا باللي سونترو ساعة وبعد يمشي ويحل كيما نقولوا لي دو سونترو بعد لي دو نيرو دو وبعد لي زيلي وهاك تشوف معناها لي ماتش الكل بريسك بدا بشويرف وبدا بالسوسي بدا حسني. عندنا مشكلة في السونترال أيمن والله تحس ما فماش معناها سونترال جوستومون ما فماش وسام حمام ما فماش سليم الهدوي ما فماش الملاعب هذوكم اللي اما شويرف وسوسي تبارك الله معناها يلعبوا ديفونس نعرفهم معناها لي دو معناها ديفونسورات باهي وتنجم تعمل عليهم في طرح قوي معناها من الناحيه هذيك ما تخافش. سليم الهدوي خسرناه سليم الهدوي بحكم بالحق معناها سليم نعرف فرد عمر يلعب ديفونس بالقدا بالحق نتصور خسرناه اما ان شاء الله فما المعوض كما نقولوا. وسيم هلال تعرفوا مليح حاولنا اكتشفناه البطوله هذه وسيم ما قصرش رغم اللي بعد شوي على المنتخب لا غالب فما ساعات دي شوا نتاع اونترونور وسيم اللي ما بعدنا احنا جونيور ونتذكر معناها شد بالباهي تخي بون غارديان معناها وزيد حتى مروان مالكايس قعد بيت كيفاش ما عرفتولوش بالحق الكارير اللي عملها لي ماتش اللي جابهم نورمالمون حرام ما تعيطلوش. عندك وسيم وعندك مروان شو بالك شي اذا كان عيطت لوسيم ما عادش تعيط له عاد عندك صفر انت مش لعب فيه. لا سامحني فما قاعد تقول لك ما نقعدش انا اورليست انت عندك مكرم ووسيم ومروان في الثلاثه هذو ما نتصورش واحد يقبل فيهم يبقى على المدارس ولا كاو شوا نتاع اونترونور كل واحد وكيفاش يشوف. فهمتك مكرم عنده طرح ويعرف كيفاش يجيبها كما نقولوا. اما زاد ما نساوش مروان اخويا عندي يعني احسن جارديان في تونس بعد جي وسيم هلال. انا تشوف مكرم تحطه في هدفه ولا مشت حمزه زاد اي اردت بهم لي مثل شيء هاي قلت لك الاول مروان مقيس اي الثاني عندك وسيم ومجد يعني هذوك هما ومكرم مكرم ما تنجمش معناها خاطر نعرفش عندي يعني معناها ما نورمال مش عندي
هو تو الجارديان يقول في مخ لونطوان في المدخل كيفاش؟ علاش انت عنده نقاط ضعف شنو بالضبط؟ بيان سور عنده نقاط ضعف. اي جارديان عنده نقاط ضعف. شوفوا هو اكثر بارابور للجارديان الاخرين. اي فما جارديانات مظلومه نشوف. مثلا شكون اخر بار؟ يعني قلت لك الزوج وسيم وماجد. ماجد ومروان تو. ومروان. بارابور معناها لي جارديان المكرم اقل منه. اما كوب دافريك اللي فات نسبة كبيرة جابها مكرم معناها. مكرم يساوي في الدربيات جاب برشا دربيات للكلوب رغم انها ما كانتش في احسن حالاتها. يعني قلت لك انا نحكيو على نحكي لك على نيفو اخر. مش تحكي لي كوب دافريك، كوب دافريك فيها ماتش ولا زوز. 2005 ماتش الدنمارك ولا روسيا. ماتش مكرم عدى ماتش ما تاريخي ما يتنساش. الكوب كوب دافريك اللي فات ضد انجولا مكرم قعد 4 ساعة ما كانش حتى بول. انجولا. انجولا. اما قناعات خويا. كل واحد وكيفاش. معقول، بالك شي خاطر وسيم صاحبك ولا. لا لا ولا كل واحد ياخذ حقه. عادي. كنتوا صحاب قبل في الكلوب؟ انا ومكرم؟ اه. اي نورمال. اش معناتها؟ صحاب عادي، حتى الجو صحاب. علاش ديما شوية الجو مكهرب من لعبية الهوند؟ اي. والله. ما نقول لك مثلا قبل وليد بن عمر بعيد عن المنتخب جات بيريود ما كان يساوي لا جبت وليد بن عمر هذا مش تحل دوسي مش هيل عندك دوسي عندك تفاصيل ثانية وليد بن عمر بالله سامحني 2009 نتذكر وقتها لعبنا شامبيون دي موند في كرواتيا وليد بن عمر تجيبه من برشلونة تحطه في الجرادان معقول هذا مش تفهم انت الراجل اللي لعب في برشلونة يجي لك بيرسونال تحطه في الجرادان اش معنى اش معناها؟ قول لي انت اش معناها؟ فما فما شويه شويه شنو؟ شويه لعب هيك المقدم كان مبجل وقتها ما نعرفش هكاك ما نعرفش خويا اونترونور نشوف اسمع فما اونترونور خويا عندك سيستيم تخدم به ما تخلي حتى حد يدخل وهذا يلعب وهذا ايه و... ما يفرق عليك حد رايه نورمال ما هذاك اش نعرف انت كل موجود معاها ليكيب هذيك وقتها هاي 2009 موجود يعطيني شويه تفاصيل شنو صار والله شوف اني الكوره ما ندخلش فيها برشا شوف نترينا ونروح نحب لا نصاحب جوارات برشا لا ندخل مع فكل معامة لا نصاحب المسؤولين برشا لا تشوفني من مع هذا انا مع هذا ترينا ونروح هكا ما حكيتش مع ما... والله ظاهرة ليه وقتها ظاهرة معناش مش نحكي معاه راجل مقهور يبكي ربياتي وكا بكي بكي بيان سور 2009 هذا حتى 2005 يا اخي شامبيون دي موند اللي في تونس ما تعيطلوش زاده في طمك وليد ما كانش محبوب الملاعبية 2005 مانيش معاه ما نكذبش ومن بعد 2009 زاد وقت اول مره مش نلعب بني وليد وزوران وقت شبيك قبل 2009 يشاهد بولي بن عمر معناها قلت يلعب في برشلونه وقتها كانت فيل برشلونه معناها مسير فيل تو فيل شكون يلعب فيها برشلونه سامح صحيح يا اخي شويه برشلونه باش تلعب فيها لازمك بالحق عندك بوتنسيال نتاع غرون جوار ما كانش تكنيسيان ملاعبي معناها مش جوار هكا معناها فما تصادف ساعات يجيبوا جوار كيما نقولوا لغتنا زلاط احنا اريير كل يمحط هكا ومشي يخدموا له تك 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 برشلونه تلعب كوره تلعب برشا كوره فيها ما كانش محبوب من اللاعبين انا يعني قلت لك والله ما نحبش ندخل في لي ديتاي اما وليد باهي طبيعته باهي راهو المشكله اللي انا كي تقرب له دعكي ما باهي ما فهمتش معناها تيرك ربيتي اي ما جبتش على السؤال علاش الجو ديما مكان بين لعبيت الهوم او مثلا قلت لك سميتك مره عبد الحق بن صالح توا بعيد ديما فما هكا مشاكل بين اللاعبين لا عبد الحق قبل حتى انتم في اسبيرونس صارت مشاكل بين يوسف وبن علي كي جاء وبعض من اللاعبين الاخرين كمال العلويني ظهر لي لا ما شو ما بين الجوارات توا في الاسبيرونس ما تصيرش مشاكل ما بين الجوارات صار مشاكل كمال ويوسف اي صارت مشكل بين يوسف ومروان ظهر لي حاجه هكا لا لا بالك شي معناها في ماتش حاجه في ماتش عادي لا تصير لا جاب حذايا يوسف وحكينا فيه الموضوع ما في باليش بالحق خاطر ما هاني قلت لك
ما نحكيش برشا مع جوريت ما نحبش ندخل تعاركوا في كوره نورمال لازم خاطر في الهوند ما يلزمكش اللي كل شيء نورمال يلزمك تعيط ويلزمك تفيق صاحبك ومعني عادي هذاك كل تسميش معني تعاركوا بالحق وفي التيران هذيك خرج هكا وسي بون باهي هما تعاركوا بالحق ما تنساش ما تحبش تتحفظ انت باهي والله لا باهي نكمل نحكي على عبد الفريق فما لاعبين زوما ما دخلوش بالباهي في البطوله كيما السوسي والصانع قال شوي وانه البارح هذا ماتش باهي هي تحس مازال شويه مازال بالك شي كل واحد يخبي في وراقه كيما نقولوا ما يحبش ينزل باللغه نتاعنا ان شاء الله ان شاء الله على سيما من لعبيتنا ايمن اللي قوي هجوميا نقل شويه بدا في الديفونس والعكس بالعكس مثلا بنور وحسني جهاد جبل لو دومي سونتر نتاعنا ما يلعبوش ديفونس اغلبهم هذاك من الصغرى تكوين التكوين بون حسني سما معناها ماخو فرصته في اللعب يلعب في اللعب مش اقل افيكاسيتي معناها من بن بنور ما هو خاطر ماهوش يلعب بارير الاكثريه يلعب في الليل وهو يلعب فيها رير كي بنور يتعب ولا يبدا مش في فورما دونك ما تنجمش تطلب منه اكثر من هكاك حسني حطه في الليل وبعد احكم عليه ديفونس يلعب اما في الاتاك ما تنجمش تقيمه حطه في بلاصه وبعد احكم عليه والديفونس ما هي سهلة معناها إذا كان من الصغر هي تحب تلعب ديفونس هي ليرة وإذا كان بعد مش تقول مش نتعلم معناها ستروتار كما نقولوا نجم تتعلمها ما بالحق معناها يلزمها برشا وسع بال وبرشا تخدي مخ كما نقولوا وبدني يجاوب يلزم لما لعبين في بوست نتاعك بنور وحسني كيفاش تشوفها؟ من الناحية نواحي الكل فنيا بالطبيعة إيه تبارك الله عليهم مش بيهم تبارك الله يلعبوا هكا همش مقصرين امين في رومانيا برك الله انا شامبيونز ليغ وفي الشامبيونا ومرتو يلعب حسني كيف كيف زاد يلعب في فرنسا بون ديفيزيون 2 يظل لي ما لاباس لاباس فما ملاعب مش واخو حظه وانت تعرفه مليح لعب معك في اسبيرونس عاد بطوله ما باهي عم ناول قلت قلت عم ناول في الجابون كيف كيف سنة قاعد عادي في ماتشات باهيين هو سيم الجزيري جزيري صحيح هذاك زاد شوية نتاع انترونور جزيري نذكروها كوب دافريكا هذيك دخل دوزيام ميتو مركز 6 على 6 صحيح حتى تونس ومن بعد كيف كيف تجي تلقاها بنك تلقاها واش يلعب برشا سي ان شوا دونترونور اما نشوف الجزيري سورتو يلعب في الديفونس وعندك زاد حشيشة اللي ناسينو اوليست حشيش هذاك نورمالمون بالحق معناها مش خاطر يلعب معايا في الاسبيرونس ولا مانيش صغير ونعرف معناها جوارات اللي تعاون واللي ما تعاونش اما بالحق حرام حشيشه في اوليست في الديفونس معناها سورتو الديفونس ولا تاك تبارك الله ذكي ويعرف كيفاش يلعب وفي الديفونس يعاون برشا برشا حتى مش تبدل معناها الديفونس تو نلعبوا في زيرو سي صح سان كامل تلقى حشيشة يسد عليك بلي فهمت باهي ماتش ماتش كيفاش تشوفوا ايمن سعيد بليت كيما قلت لك معناها احنا كيما مصر معناها ما تعرفش عليها نجم تكون مصر اقوى منا في الاوراق واحنا نربحوها كيما احنا نبداو جمعيه خير منها برشا وتربحنا اللعبه الكره في ايديهم وعندهم ساعه من زمان الاولاد وهني قلت لك لا تراح هذوما يتربحوا مش يلعبوا هم نقاط قوة منتخب مصر لازم نودوا بينا منها فما علي زين فما الأحمر فما بون الأحمر زاد كبر شوية كبر شوية واش قاعد يلعب برشا عندهم لاريير نتاع اسبريم هذاك زاد تبارك الله عليه تلعب تلعب مصر تلعب رغم اللي يقولوا تبدلت لان مزوج نقاط القوه نتاعها هذوكم انا علي زين وهاشم ممدوح واحمد الاحمر زاد ايمن هذوكم هما سي نورمال يا اخي كيما نقولوا انترونور مشي حتى مشي بدل جمعيه معناها ولا جوارات صغار مشي يبني على الكبار مشي يبني معناها على الكبار وشنو اكسبيريونس تلعب زاد في الاخر شنو هما لي بوين فيبل نتاعها لازم نستغلوهم نلعبوا عليهم ان شاء الله والله شوف احنا اللاعب العرب بصفه عامه نحبوا برشا الوسط يعني لي زانترفال والجو اكسترن مش تلقى بيه الحل معناها مش تلعب على لي زي وتلعب على البيفو كذا ما
ركزت برشا على زرير خاطر مش تلقى ديفونس وتلقى كونتر وكذا، تنوع في اللعب وتحل الاسباس اللي نتاعك والزرير اللي يجرو في الانترفال، وقتها بالحق معناها تتفرح. واضح. كملنا الانترفيو معاك، كان مازال عندنا دوري بريك باش نعملوهم، البدايه مع الكويز. الكويز ما غير برشا تخمين، ما يمكن باش نعطيك مجموعه من الاسئله جاوبني بكلمه ما غير برشا متخمم برشا. شكون احسن لاعب تونسي توا؟ تو ما نخممش برشا. اي ما تخممش برشا، قاعد تخمم ديجا انت. برا نقولوا امين بنور. احسن لاعب في تاريخ تونس؟ احسن لاعب في تاريخ تونس حمام. لاعب في البطولة في تونس شوفوا قادر ينجح في اوروبا؟ جزيري. شكون اقرب لاعب ليك؟ كلهم اي واحد سميني مسيرش توا. شكون تحبيت انت وين استاجيت مثلا؟ وسيم. هلال. احسن مدرب تونسي؟ اوكي شوف اللي ترينيت عندهم الكل باهين معناها بالحق، عندك سي حافظ برشا دبلوماسي لا والله لا صحيح ناخذ حافظ الزوابي نجيب زاد. مدرب عنده فضل على ايمن حماد؟ حافظ هو طلعك. انا قلت لك خليني نلعب على راحتي. ماتش ما تنساش؟ ماتش برشا هما. نقولوا ماتش كونتر اسبانيا 2008. بونتو ما تنساش؟ بونتو برشا هكا تنشمش. ما تفكرش بونتو ما تنساش قعدت في بالك اي واحد بالك ما نساش من برشا هذا. نعرف مئات البونتوات مش الاف. كونتر الم علاش؟ في الماتش اللي ربحناه هذاك ولا لا؟ لا خسرنا، اما وقت اول شامبيونا دي موند والحق معناها كيفاه البونتو؟ تير كيما نحباني معناها احلى بونتو مزيان سجلته هذاك ولا لا؟ فما 9 متر معناها صعيبه تبدا 9 متر باش تماركاها برشا 9 متروات، اما فما 9 متر وقت كونتر البوسنه في تورنو في البوسنه. اقوى جمهور ترش؟ شكون احسن لاعب في العالم؟ يعني عجبني باليتش. احسن مدرب في العالم؟ تو داتشي بايف. ديك الصحة هايم عايشك مرحبا بيك، شرفت اليوم بحضورك. دونك هكا نكمل الحوار نتاعنا مع ايمن حميد لاعب دولي سابق، بعد شويه التحق بينا مروان البكري نحكيو معاه على مقابله الاسبيرونس وليتوال في الشامبيونز ليغ الافريقي. نمشيو بي بي سي نيوز وبعد مواصلين في زون ميكست. تابعونا على راديو اكسبريس اف ام.com. بي بي سي